شاشة خرافية من سامسونج ومعالج عنيف جدا جدا من انتل وتلفزيون من ال جي لو بعت الكلية والرئتين والكبد ما راح يكفي. السلام عليكم اصدقائي، انا الزار، برحب فيكم في قناة الزار ريفيوز. اهلا وسهلا بكم في حلقة اخبارية جديدة، وخلينا نبلش مع الاخبار. صح، شركة انتل تطلق المعالج الاحدث الاقوى الاعنف الرابتر ليك الجيل الثالث عشر، اسمه الكور i9-13980HX. هذا أقوى معالج. هذا المعالج 24 كور، متخيلين أخوان؟ التردد 5.6 جيجا هيرتز، متخيلين؟ وهذا للابتوب، برضو متخيلين؟ وحسب الشركة وادعائها هذا أقوى معالج، أقوى أداء في العالم. لا تحكي لي M1 Pro ولا تحكي لي AMD، هذا الأقوى. حسب الشركة في تحسين 11% على الأداء بالسنجل كور، أما في المالتي تاسكين حيكون في عنا زيادة 49% من الأداء. شركة سامسونج تعلن في معرض CES 2023، طبعا في كثير إعلانات ولكن بقدرش نغطي كل إشي. على كل حال، هاي الشاشة شاشة مجنونة، شاشة 57 إنش الأوديسي أوليد نيو جي 9، شاشة لمحبي الألعاب حيستمتعوا كثير فيها. ليش؟ منحرفة، مش منحرفة، منحنية يا أخوان. 8K الاسبكت ريشيو 32:9، التردد 240 هرتز، بتدعم ديسبلاي بورت 2.1، وسعرها بس 3500 دولار. ايضا شركة سامسونج تعلن عن هاتف جديد، الجالكسي A14. شو الجديد؟ مش كثير الجديد، بس هو ارخص هاتف من سامسونج بيدعم ال 5G، حقه 200 دولار، وهو يحل محل ال A13 اللي برضو كان حقه 200 دولار. ولكن المرة هاي الشاشة مش HD بل فول HD، وكاميرا سيلفي احسن شوي، لكن نفس المعالج نفس الديزاين اللي هو المعالج دايمنسيتي 700، رام 4، سعة تخزيني 64 جيجا مع دعم SD كارد، وبطارية 5000 مع 15 واط. هل ممكن تفكر تشتري جهاز المفروض انه من الارخص اجهزة سامسونج بهيك سعر؟ لينوفو تعلن رسميا عن هاتف جديد رسميا اسمه الثينك فون. ايش هو هذا التليفون؟ هو تليفون مصنوع من موتورولا، بيشبه لابتوبات الثينك باد من لينوفو. شاشته اولد 144 هرتز، بدعم HDR10+، معالج سناب دراجون 8 بلس الجيل الاول، اداء عالي، يعني حتاخذ اداء عالي. والرام ببلش 8 جيجا او سعه 128 جيجا، وعليه زر احمر، هذا ممكن تبرمجه لاكثر من شغله. الزر الاحمر بذكرك بالثينك باد، حتى الظهر تبعه كاربون فايبر بذكرك بالثينك باد، فالتصميم ماخذ جزء من الثينك باد. والجهاز عنده معيار الـ IP68، يعني زي كأنه فلاكشيب، لأنه فعلا فلاكشيب. مش بس هيك، عنده معيار الـ MIL STD 810، معيار الجيش مقاوم للصدمات، لو وقع من متر و25 سنتي راح يتحمل الصدمة. وبطاريته 5000 ملي أمبير مع شحن سريع 68 واط، وشحن لاسلكي 15 واط. الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل مع Optical Image Stabilization، وعنده، وهي أهم نقطة يمكن بالنسبة لي، عنده توافق كبير جدا ما بين هذا التليفون وسيستمه مع لابتوبات لينوفو، حيكون التوافق قوي جدا، التواصل منه، وهذا اشي كثير حلو وبحب اشوفه بالاجهزة، فحيكون سهل انه يشوف اللابتوب واللابتوب يشوفه، وتعمل دراج اند دروب من هون لهون، امور كثير حلوة بصراحة، حيستغلوها صح، بحب اشوفه اكثر هذا الجهاز. شاومي رسميا في الصين تطلق سلسلة الريدمي K60، مش واحد، ثلاثة، K60، K60 برو، K60E. بعض المواصفات السريعة، ولكن إذا بدكم أحكي عن مواصفاته بالتفاصيل لهذول الثلاث أجهزة ممكن أعمل فيديو خاص، اكتبوا لي في التعليقات إذا حابين تشوفوا فيديو خاص عن هاي الثلاث أجهزة. نبدأ بنسخة البرو. شاشة أموليد QHD وعليه معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني، وبطارية 5000 وشحن سريع 120 واط. أما K60 العادي، شاشة أموليد ومعالج سناب دراجون 8 بلس الجيل الأول، وبطارية 5500 والشحن السريع 67 واط. سعر الأول اللي هو البرو 475 دولار في الصين، وسعر العادي في الصين 360 دولار، في فرق بالسعر صح؟ أما آخر نسخة K60E اللي هو المفروض الرخيص المحترم، مع أنه مواصفاته بصراحة مش قليلة. أول مواصفة أنه شاشة أوليد 120 هرتز، شغل ثاني المعالج الدايمنسيتي 8200، وهذا معالج عن جد قوي، وبطارية 5500 وشحن سريع 67 واط، وبيبلش سعره 315 دولار في الصين. احكوا لي اذا بدكم تفاصيل اكثر، يعني مملة، بفيديو اخر عن هذول الثلاث اجهزة،
واذا وصلوني في المستقبل اكيد حتشوفوا مراجعه. شركه ال جي في مؤتمر سي اس 2023 تعلن عن تلفاز جديد كليا سعره 25,000 دولار، اسمه ال جي ام 397. نعم 97 بوصه 4K، بس اهم ميزه فيه انه حيجي وايرلس. كيف وايرلس؟ حيجي معاه بوكس، هذا البوكس حيحكي مع الجهاز وايرلس لاسلكيا ويعمل ستريمينج للبيانات 4K 120 هرتز بالثانية بدون كوابل، فالشكل حيكون كثير حلو بدون كوابل. هل بيستاهل 25,000؟ عادي السعر، عادي السعر، لأنك لما بتسمع إنه في تلفاز آخر من LG 136 بوصة مايكرو LED حقه 250,000 دولار، ربع مليون، ربع أرنب يا أخوان. بس عادي لا تزعل، لأن هم عاملين لك خصم عن النسخة تبعت السنة الماضية، نفس الجهاز بس كان 300,000 دولار. فما رأيك يا رعاك الله؟ عندك كلية، عندك كبد حاب تتبرع فيه، يمكن تجيب سعر هذا الجهاز. هاي كانت جعبتي من الأخبار، حاولت أكون سريع خفيف لطيف. طبعا في أخبار كثيرة بس ما أقدر أغطيها كلها، بغطي بضع منها. يعطيكم ألف عافية، لا تنسوا تتابعوني على إنستغرام وعلى تيك توك، اللي تيك توك عنده شغال. سلام عليكم.